هل تعلم أن هناك 60 مليون مهاجر صيني في أنحاء العالم؟ وإذا كانت الصين بعد الهند والمكسيك واحدة من أعلى أرقام الهجرة في العالم وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة IOM، ما قصة الحي الصيني؟ في فيديو اليوم سنتحدث باختصار عن تاريخ الهجرة الصينية ونشأة الحي الصيني وكيف ألهم زلزال بتصميمه. تاريخ الهجرة الصيني قديم ويعود إلى افتتاح طريق الحرير البحري حين انتقل المهاجرون الصينيون إلى جنوب شرق آسيا، ومنذ القرن الخامس عشر بدأ إنشاء الأحياء الصينية لتضم آلاف المغتربين الصينيين الذين تزايد الطلب على التجار والعمال منهم في نهاية القرن السادس عشر، حين أقام الأوروبيون أنفسهم في الشرق الأقصى وتنافسوا فيما بينهم لتوسيع المستعمرات. وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت موجة ثانية من الهجرة في الصين، حين أجبرت بريطانيا وفرنسا خلال حربي الأفيون حكومة تشينغ على السماح بهجرة جماعية للعمال الصينيين إلى دول الغرب ومستعمراتها ليحلوا بدل العبيد السود. وكانت تلك بداية انتشار الصينيين عبر قارات العالم من جنوب شرق آسيا إلى كل من أمريكا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا. لكن الهجرة التي استمرت لقرون عدة توقفت لدى تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، إلى أن بدأت الموجة الثالثة في الثمانينات للمهاجرين الجدد من الصين وتايوان وهونغ كونغ. وفي المجتمعات الجديدة قدم الصينيون مساهمات كبيرة في بناء الموانئ والمدن، كما كانوا رواداً في بناء الطرق واستصلاح الأراضي، وكان دورهم كبيراً في تشييد السكك الحديدية بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ماذا عن الحي الصيني؟ أول وأقدم حي صيني في العالم يقع بمانيلا عاصمة الفلبين في منطقة بينوندو، المقر السابق للحكومة الإسبانية الاستعمارية. تأسس في عام 1594 كمستوطنة للمهاجرين الصينيين الذين قدم لهم الإسبان منحة الأرض المعفاة من الضرائب شرط تحولهم إلى الكاثوليكية بهدف الفصل بينهم وبين السكان الأصليين. من هنا ولدت فكرة الحي الصيني ليصبح تقليداً انتشر في مدن العالم الكبرى، ومن لندن إلى باريس إلى ملبورن أصبح للأحياء الصينية تصاميم مماثلة. وأما السبب المثير للدهشة فكان زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 حين أدى إلى دمار الحي الصيني فيها بعد عقود من العنف والقوانين العنصرية استهدفت المجتمع الصيني في أمريكا، ما دعا رجال الأعمال الصينيين إلى التفكير ببداية جديدة وطريقة للحفاظ على ثقافتهم حية من خلال إعادة تصميم الحي الصيني بأسلوب العمارة الصينية التقليدية، والذي أصبح بمرور الزمن بصمة للصين في أنحاء العالم.